ولكل فرد من القطيع دور يلعبه في عملية الصيد. ما أن يتعب أحدهم يكمل عنه الآخر ببطء وبشكل ممنهج، يتعبون طريدتهم. تتوازن الأفضلية على كف عفريت بين آكلات اللحم وآكلات العشب الضخمة. لكن قطيع شجرة الكجلة محنك في هذه اللعبة، وتحت قيادة كينكيتيل يحشدون قوتهم للمناورة الأخيرة. في النهاية وبعد تحمله لموجة مستمرة من ضربات الأنياب والمخالب، أجبر الجاموس على الاستسلام. لا يضحى بأي حياة عبثاً في هذه البرية.